لم يلفت شراء تشاينز فيتال ماتيريالز معادن نادرة في 2020 انتباه أحد. الأمر لم يعد كذلك الآن، فهي تهيمن على المعادن وباتت فيتال تحديا لأمريكا وأوروبا. إنه يأتي في وقت تندفع أمريكا وأوروبا لتأمين الإمدادات لصناعاتها بالطاقة المتجددة. فيتال نفسها تمتلك الحصة الأكبر من أسواق السيلينيوم والتليريوم والإنديوم والبزموت، وتحكم قبضتها على الليثيوم والكوبالت بإنتاج ما يصل إلى 60% من الإنتاج العالمي. إنهما معدنان يستخدمان في بطاريات السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية والتوربينات الرياحية وغيرها. الاتحاد الأوروبي نفسه أكد أن الصين تكرر 94% من الغاليوم قلق أمريكا وأوروبا، ازداد بعد قيود فرضتها بكين على تصدير الغاليوم والجرمانيوم. فيتال توظف أكثر من 6000 شخص في 16 مصنعا في الصين ومرافق أخرى خارجية. لقد بلغت إيراداتها 2.3 مليار دولار في العام 2022.